مرحبا بكم الناس لكل لاعبنا النادي الافريقي الترودي اراد تدارك الفشل متاعو بالافريقي وكاس السوبر امام الترجي سيعيد هؤلاء الى حجمهم الحقيقي. في اتصال حصري بلاعب بارز في تشكيله الافريقي اكد هذا الاخير انه لا يريد الاجابه عن مريد المنير الترودي واضاف انه لا يريد ان يقترن اسمه باسم هذا الفنان النكره الذي اراد ان يتدارك الفشل متاعو بالافريقي ويدخل عالم الشهره وفق تعبيره وتابع انه الافريقي اكبر منه وضحت وماتت من اجله الرجال محدثا انه يعد بالعوده من السوبر الافريقي السوبر في قطر والذي سيجمع النادي الافريقي بالترجي النادي التونسي سيعود فريق بجديد مثرا باللقب وفق قوله وقتها سيتم الرد على الترودي وبعض النباره من الذين شمتوا في الافريقي واتناسوا هزائمهم الثقيله.